السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. المادة اللي غادي ندرسو الآن هي مادة الإحصائيات والتعبير البياني في الجغرافيا. طبعا هذا الجزء الثاني من هذه المادة اللي كتدرسوها. الجزء الأول شفتوه مع الأستاذ عياد، شفتو فيه مجموعة من المؤشرات النظرية، مجموعة من المعادلات النظرية تكاد تكون نظرية بشكل مطلق الرياضيات. الجزء الثاني اللي غادي نشوفه الآن هو محاولة تطبيق ما درستموه نظريا في الجزء الأول، غنشوفه تطبيقيا الآن، وغادي نشوفه على مجموعة ديال تخصصات في الجغرافيا. طبعا معناه أن هذه المادة اللي كندرسوها هي ليست مادة كلاسيكية كمواد أكاديمية من قبيل الجيومورفولوجيا أو المناخ أو المدن أو النقل أو السكان. هي فقط ليس من قبيل التقليل، ولكن لا يقل أهمية عن المواد الأخرى. هذه المادة هي منهجية أكثر منها أكاديمية، يعني كيفية دراسة الظواهر الجغرافية الطبيعية والبشرية بطريقة كمية بالأرقام وبتعبير بياني بالرسوم. معناه أن التحليل الكمي، التحليل الرقمي، الاناليز كونتيتاتيف، كتميز على التحليل التعبيري بكونها موضوعية ما فيهاش الذاتية. ولو نتكلم على واحد المنطقة كنبغيها ولا ما كنبغيهاش، كنعبر بالأرقام، إذن الذاتية ديالي ما كتبقاش بينها. واحد، اثنين، تكون دقيقة، ثلاثة، سهلة الوضوح، سهلة الفهم، وسهلة المقارنة المجالية. إذن هذا المنهج الكمي الإحصائي البياني اللي غادي نشوف غادي ندوزو فيه بمراحل. إذن فقط تذكير المستوى الأول اللي شفتو مع الأستاذ عياد، واللي هو الدراسة الإحصائية. طبعا هي كتمشي في خمسة ديال المستويات. المستوى الأول تقديم المعادلات الرياضية، كنشوفو بحال الحالة ديال المعدل 1 سور 1 لا سوم دو اي كي فاري دو 1 جوسكا ان دو اكس دو اي، يعني كنجمعو الجميع ونقسمو على عدد المتغيرات داخل العينة. هذه المعادلة ديال المعدل، لا فورم نوميريك دو لا مويان، ولكن مؤشرات الوسط فيها المعدل، ولكن فيها كذلك لا كلاس مودال، ولا اللي كنسميوها لو مود، يعني الحالة الأكثر تردد. لو مود فيها لا كلاس ميديان الوسيط، فيها لا مويان. إذن هذه كلها مؤشرات ديال الوسط، المعادلة ديالها موجودة، يمكن تطلعوا عليها ببساطة كبيرة جدا، ثم درسوها مع الأستاذ عياد، ولكن يمكن تطلعوا عليها ولو غير باللجوء للإكسل جميع المعادلات فيه بالشروح ديالها ببعض الخصوصيات الإحصائية ديالها. إذا المحور الأول هو مؤشرات الوسط، المحور الأول هو مؤشرات الوسط، المحور الثاني هو مؤشرات التشتت أو التبعثر اللي فيها ليكارتيب المحيد النموذجي، معامل التشتت، مؤشر التبعثر، التحليل الاناليز فريكونسيال اللي هو التحليل الترددي، يعني دراسات التردد. بعض المعادلات ديال ليكارتيب، لا فاريونس اللي هي لو كاري ديال ليكارتيب. دونك هذه مؤشرات اللي اكيد شفتوها مع الاستاذ عياد، اللي كتعطينا فكره على التشتت ديال المتغيرات حوالي المعدل او بعض او احد مؤشرات الوسط. ثانيا سنمر الى دراسه السلسلات الزمنيه، يعني توزيع السكاني خلال واحد المرحله زمنيه معينه، منتوج الحبوب او مجموع منتوج الحبوب من المغرب في المغرب خلال مرحله معينه، اذا يعني مرحله من 1960 ل 2000 مثلا و20، يعني كتسمى سلسلات زمنيه، دي سيري كرونولوجيك. يعني هاد السلسلات باش ندرسوها يمكن نعتمدوا على بعض المؤشرات، غيرها كثير حسب الحالات. يمكن لا موين موبيل نشوفوها، الحاله ديال المعدلات المتحركه، او دراسه مؤشر الاتجاه ليتود لا توندونس، او القوانين النظريه اللي كتسمح لنا بالتنبؤ في المستقبل. اذا كتجاوز لو كارتيل ولو كيو 1 كيو 3 لا ميديان
ولو لا ميديان ولو كارتيل انفيريور سوبيريور كيمكن يعطيونا مؤشرات، ولكن القوانين النظريه اذا لقينا قانون نظري كيتجاوب وكيحترم المؤشرات والشروط اللي كتفترض العينه، يمكن نقوموا بعمليه التنبؤ، وديال اللي كتسمى لونتيسيباسيون، كيفاش نعرفوا المستقبل شنو يمكن يوقع فيه من الناحيه الاحصائيه. كل هاد المتغيرات اللي يمكن نشوفوها او هاد المعادلات، مؤشرات الوسط، مؤشرات التشتت، السلسلات الزمنيه، يمكن نعبر عليها بالرسوم البيانيه، لان الرسم البياني ميزته انه يختزل او يحتفظ فقط بالافكار الاكثر قوه الاكثر تعبير، ويدع جانبا الافكار الاقل اهميه باش ما تشوش على الافكار الكبيره. يعني في التعبير البياني غادي نشوفوا حالات اللي يمكن نعبروا عليها بطريقه نقطيه، لي فاريابل بونكتوييل، الاكسبرسيون غرافيك بونكتوييل، التعبير البياني النقطي. هناك نقطي مثلا عدد السكان في المدن، الحالات ديال الامراض اللي كاينه في الجهات، مثلا حوادث السير اللي كتوقع في المدن، هي متغيرات نقطيه. هناك المتغيرات الخطيه او الطوليه، السكك الحديديه، لي زوتوغوت، خطوط السفر ديال الطائرات مثلا، خيوط الكهرباء العالي الضغط يمكن نعبروا عليها، ولا قنوات السقي يمكن نعبروا عليها بالطريقه الطوليه او الخطيه. واخيرا هناك المتغيرات الحيه، مثلا لا ميزون فالور دي تيغ، يعني استثمار الارض، فين كنقوموا بالزراعه ديال القمح، فين كنقوموا بالخضروات، بالاشجار المثمره، بالتربيه ديال الحيوانات، يمكن يكون هذا. يمكن كذلك ندرسوا او نقوموا بالتعبير المجالي لمتغير من قبيل توزيع القبائل في المغرب. اذا هذه يعني هذه المتغيرات اللي ندرسوها في التشتت وفي التركيز وفي التطور الزمني، على حسب الطبيعه ديالها واش هي نقطيه او طوليه او مساحيه، يمكن نختاروا الرسم البياني اللي اذا كنشوفوا في هذه الحالات. يعني الدراسه اننا غادي ناخذوا عينات، غادي نقوموا بتمارين تطبيقيه، وغادي نطبقوا كل المراحل اللي تكلمنا عليها مع اختيار عينات في الجغرافيه الطبيعيه وفي الجغرافيه البشريه وعينات تركيبيه. اذا الجغرافيه الطبيعيه مثلا يمكن ناخذ الحاله ديال المناخ، هذه توزيع التساقطات في الدار البيضاء، التساقطات السنويه من عام 1980 ل 2014. هذه سلسله يمكن ندرسوا فيها، ويمكن نتوما من الان تقوموا بالتمارين، احتساب المعدل، احتساب التشتت، التعبير البياني والاستنتاجات. اذا الحاله ديال التساقطات، يمكن نشوفوا قياس الصبيب ديال الانهار، يمكن نشوفوا دراسه الحبيبات ديال الاتربه في السواحل. هناك امثله كذلك غناخذوها ان شاء الله من الجغرافيه البشريه، الديموغرافيا، في السكان، في التبادل التجاري، وهذه حالات كنشوفوا المتغيرات والطريقه اللي يمكن نعبروا. هناك حالات اللي ما غيكونش عندنا متغير واحد، جوج المتغيرات، مثلا تطور السكان في المغرب بين 1960 2014، العدد ديال السكان والنسبه ديال الزياده، وكنمثلوها في نفس الرسم البياني، على اساس عندنا لاكس دي زيكس، لاكس دي زيغريغ 1 ايغريغ 2، يعني العدد ديال السكان بالمليون والنسبه ديال الزياده، او بالنسبه هذه حاله بشريه. الحاله الطبيعيه لو دياغرام امبروتيرميك، الميبيان الحراري الرطوبي اللي كيعطينا الحراره بالخط الاحمر، والتساقطات بالاعمده الزرقاء، والوقت اللي فيه الجفاف اللي هو فصل الصيف غالبا عندنا في الوسط المتوسط. هناك اشكال وتحاليل يمكن نقوم بها، تهم اكثر من جوج ديال المتغيرات. عندنا هذا نفس الرسم البياني في بومباي في الهند، اللي كيعطينا الحراره بالاحمر، الرطوبه بالخط الازرق، الاصفر كيعني مراحل الجفاف اللي الحراره اعلى من التساقطات، الازرق كيعني المرحله اللي التساقطات اكثر من الحراره، يعني المقصود اكثر من التبخر. هذا المستوى الاول حتى الحدود 100 كيعطينا تكوين احتياطي الماء داخل التربه، ولكن اللي كيتجاوز 100، اللي كيتجاوز 100 فما فوق كيعطي الجريان او كيعطي تكوين الضايات. اذا عندنا اكثر من جوج ديال المتغيرات طبيعيه، ولكن كاينه كذلك حالات اخرى
هذا الميزان التجاري المغربي سنة 2015 بالقيمة ديالو. وكنشوفوا عندنا بالنسبة للمغرب عام 2015 عندنا الواردات والصادرات. بالنسبة للواردات شحال كتمثل بالنسبة لمجموع الواردات وشحال النسبة ديال الزيادة أو ديال التناقص. نفس الشيء بالنسبة للصادرات بالنسبة لكل هذه المنتوجات الفلاحية. إذا عندنا 6 ديال المتغيرات وعندنا واحد العدد ديال المتغيرات ديال الثوابت المتغيرة المواد اللي كتصدر، وهذه كلها يمكن نقوموا بالدراسة الإحصائية ديالها ونوضحوها على رسوم بيانية من أجل تقريب الصورة أكثر. إذا هذه الأفكار كلها كنشوفوها وغادي نطبقوها إن شاء الله وغادي ناخذوها كحالات. أنتم زملائي أعزائي الطلبة ممكن أنكم تأخذوا الأمثلة اللي عندكم في هذا الدرس، تساقطات مثلا أو المبيان الحراري والرطوبي، وتحاولوا تبدأوا بتمارين في انتظار الدرس القادم اللي غنعطيكم فيه تمرين وتصحوه وندرسوه إن شاء الله مجموعين. هذه فقط نبدا بسيطة جدا، يمكن لكم تعتمدوا على نفسكم. بالنسبة لكل ما هو معادلات رياضية يمكن تمشيو غير الإكسل، فيه جميع المعادلات الرياضية F1 كتعطيكم السؤال كيفاش تقوموا به، ولا تمشيو للانترنت بشكل عام تاخذوا جميع المعادلات تاخذوا جميع الشروح، واللي صعبت عليكم مرحبا بكم انا في الانتظار. وفقكم.